السلام عليكم، صباحكم مبروك. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. تحت شهر جلس في دارك غنتقاسم معكم اليوم نهار ديال اليوم مع وليداتي، اشنو كي تندوزوا النهار في الدار. المهم بالنسبه انا البارح كنت مرقده، واخا ماما بلاتي، كنت البارح رقدت اللوبيا ورقدت كذلك الحمص باش يصبحوا مفزقين، وتنقيهم بحال ما كاين وندخلهم نديرهم في بلاستيك وندخلهم في فريغو. وقيت اللي بغيت نستعمل اللوبيا ونستعمل الحمص نتلاقاهم ديجا موجودين. ايوا اري اليوم المهم دايره مع الغداء ومع العجينه وداكشي، اعطيتهم هما، قلت لهم اجي وبرزطوني ما خلاونيش، قلت لهم اجي وكل وحده تنقي ليا سميتو. اروى عطيتها الحمص هي تتنقي، شوف التنقيه كي دايرها، هذه دازت لك ماما شوفي مشتيهاش. ايوا او الاء ها هي تتنقي اللوبيا. الاء بعدا كنا لقات شويه ديال النقا حيداتو، اما هذيك الاخرى قالت لك لا الحمص عندها نقي. المهم هذا الملي كاين هنا كيخلو، ها كاينه وحده، هاكا كاينه وحده، هذيك حيداتها يا ماما. صافي دونك هما هنايا خدامين تيديروا، انا رد الطويجين. الطويجين ان شاء الله غادي طويجين غادي نديرو بخيزو بصله والقرعه، تيجي معسل هاد الخيزو هذا كثير حيت بناتي انا ما تاكلوش حتى شي خضره من غير خيزو. وغادي ندير فيه وغادي ندير شويه نديرو غتشوفوا معايا نديرو بالنسمه ديال الحلاوه. هنا بغيت باش نتقاسم معاكم بطبوط، تيجي بطبوط على الطيبه ديال الحلاوه، تيجي زوين ولذيذ. ولا خبز ممكن ديروه كذا كخبيز. انا تشهيت الطاجين هذا ندوزو مع بحال ماكا مع بطبيط بحال ديال برا، بطبوط هو ديال الدار ولكن تيجي بحال ديال برا. المهم انا استعملت جوج زلايف ديال دقيق الحرش، هذا دقيق الصلب الحرش، ودرت معاه زلافه ديال دقيق القمح. ها هي زلافه ديال دقيق القمح، يعني انا نورمالمون انا مولفه ندير غير القمح بوحدو، ولكن حيت بغيتو يكون شويه بحال ديال برا داكشي علاش دخلت معاه الحرش. دونك زلافه ديال دقيق الحرش مع زلافه ديال دقيق القمح مع جوج زلايف ديال الحرش، ومع الزرارع هذا عندي قزبر يابس مدقوق، عندي هنا الزرارع هما كما تشوفوهم، النافع، حبه حلاوه، الزنجلان، حب رشاد، كلهم انا ديجا عندي مخلطين. وزدت كذلك الزنجلان، ها هويا عندي واحد المعلقه كبيره ديال السكر، وعندي الخميره معجونه، وغادي نديرو بالحليب. غنحتاج كذلك واحد البيضه، ولكن غادي نعجنو بالحليب باش يجي رطب وهشيش. دونك غناخذ نوقف دابا الكاميرا وناخذ نعجنو. هانتوما معايا دونك دابا غادي نبدا في العجينه. غادي ندير واحد البيضه، البيضه انا غسلته البارح بجافيل وعاد باش درتو حطيته هنايا باش يتسقطر عاد باش ندخل الثلاجه. المهم دابا غادي نعجن عادي هاد المكونات كما ذكرت لكم، راكم شفتوا معايا المكونات كامله شنو هي. بسم الله بالنسبه للطاجين. ها هويا ترش فوق منه شويه ديال القرفه وشويه ديال الابزار غير باش ينسم لينا هذه الخضره، ودرت فوق منه الزبيب كما شفتوا انا كثرت الزبيب ومازال غادي نزيد. درتو دابا باللحم ولكن راه هو تيجي في الدجاج احسن، تيجي على الطيبه ديال الحلاوه تيجي زوين بزاف. دونك غادي نسد عليه دابا، انا غنديرها في الطاجين هذا ديال الطين
وما تديوهاش ليا على البوطه حيت مسخه تمسالي ان شاء الله نغسلها. صافي هادشي اللي كاين. العجينه ديالي ها هي يا غنخليها مازال تطلع واحد شويه. شو كي جات دوك الزرارع غنخليها مازال تطلع واحد شويه وعاد باش ناخذ ديك الساعه نقرصها. نجمع هاد الروينه اللي دارو. شوف شو شحال نقاط اللي يصلح واللي ما يصلح. المهم ولي نتلاهو عليا واحد شويه. نجمع هاد الروينه وهانتوما معايا. هاد اللوبيا وهاد الحمص انا عاودت غسلتهم عاد باش غادي نديرهم في المجمد. بالنسبه للطاجين صافي راه هو وجد. ها انتما هي كيفاش تيجي خاطر لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوا هاد الطويجين هذا بالقرعه الحمراء وخيزو والزبيب. صافي بالنسبه للعجينه ها هي طلعات. صافي دابا غادي نبدا ناخذ نشكل فيها. غادي نديرها بالضبوط اللي غادي نقرصو هنا وغنديرها كذلك خبيزات اللي غادي ندخلهم للفران. وبالنسبه للديكوراسيون غنديكوريها هنا عندي هاد الزرارع. هذه فيها حبه حلا هذا حب رشاد هذا نافع. هنا هادو عندي مخلطين ديجا فيها كلشي نافع حبه حلاوه حب رشاد الحبه السوداء كلشي مخلطين هنا. وهنا عندي هذا الكامون غندير معها حتى الكامون. لا هذه الكرويه. صافي دونك غادي نحاول نديكوريهم بحال ما هكايا ونديرهم قريصات وكذلك بالطبيطات. يلا انا نبدا. شوفوا شنو دارت ليا فحت ليا سميتو هنايا ندخلها معايا الكوزينه. شوفي شنو دارت شدات الكرويه كلها منقيه عرفتي غير التنقيه ديالها شحال فيها ديال التماله شداتها كامله كباتها على حويج قالت لك تكبت ليا. بالنسبه للعجينه دابا انا ناخذ نشكلها غادي نديرها في هاد اللاطا هكذا الا غادي ندخلهم الفران وغادي ندير كذلك بالطبيطات اللي غادي نطيبهم غير في المقله هنايا. بسم الله بالنسبه للخبز ديالي ها هويا هادو كما قلت لكم غادي نديرهم على شكل طبيطات يطيبوا في المقله وهادو غادي نديرهم خبيزات صغيورين. هنايا بالنسبه سميتو ندي تندير عليهم شويه ديال الكمون نحاول باش ندخلو بحال هكايا هادو كذلك نخلط واحد البيضه وندير معاها شويه ديال القهوه ولا بحال ما هكايا وندهن بها هاد الخبيزات هادو باش هاد الزرارع يدخل فيهم زعما كاينه سميتهم يبقاو لاصقين. هادشي اللي بغيت نقول. دابا غناخذ نقطعهم بحال ما هكا دابا غادي نخلي العجينه ديالي تتخمر ونتلاقاو باش ناخذ نطيبوها. وريني واو لمن قديتي هذا؟ الاء قادته اختها حيت خلا الاء الي اون بينيسيون دابا ماشي بينيسيون انا ما تتحفظ ياك الاء اش تديري ماما دابا؟ حفاظها ياكي؟ يلا سيري عطاوهم شي حاجه يديروها في داك الجروب ديال الواتساب ديال القرايه. ايوا وهي ما مقتنعاش بانها خاصها تقرا دابا هذاك الشيء علاش. يلا دابا غادي ناخذ ندخلهم الفران نتلاقاو في الشكل النهائي. هنا بغيت باش نحضر واحد الكوكيز اللي صحي ولذيذ ما حدي غادي نخدم الفران. بالنسبه للخبز ديالي راه هو درته تما فوق الطبله باش يسخن باش يطلع زعما وما حدا سخن الفران وغادي نطلع حيت الفران عندي لتحت ما بغيش نبقى طالعه هابطه. مي دابا على وديت الخبز قلت ميم طون خدمت على الكوكيز تا هو. بالنسبه لهاد الكوكيز هذا عندي هنايا كاس تاع النخاله كاس تاع دقيق الشعير كاس تاع دقيق الذره كاس تاع الحليب عندي مكسرات اي نوع ديال المكسرات عندكم. انا مديره هنا زريعه الكتان والزنجلان التمر والزبيب غنسمو شويه ديال القرفه وشويه ديال السكينجبير غنضيف واحد الملعقه ديال الزيت وبالنسبه للعسل تيبقى اختياري. وكذلك عندي واحد العلبه ديال الياغورت وكذلك نحتاج الملح نحتاج قبيصه ديال الملح.
دونك هادو هما المكونات. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش دقيقه القمح ولا دقيقه الذره، انا غير حيت متوفرين عندي داكشي علاش استعملتهم، ما عندوش دقيقه الشعير ولا دقيقه الذره، ممكن انكم تعوضوهم بدقيقه القمح العادي او بالفينو اللي عندكم. الا كانوا هادو احسن تيعطي واحد القيمه غذائيه اعلى، ما كانوش عندكم ممكن تستعملوا الفينو، يعني دقيق الحرش العادي اللي تيتباع اللي عجنت به قبيلات البطبوط، اولا هذا دقيق القمح اللي عادي حتى هو القمح مطحون. المهم غنبدا على بركه الله، غادي ندير هنايا هذا الكاس، هذا الكاس الثاني، ضبط الدنيا ما عرفتش يبان لكم مزيان حيت نطبق الحال. وكذلك كنحتاج البيض، سمحوا لي ما حطيتهاش، كنحتاج بيضه. البيضه نسم دابا بشويه ديال سكينجبير، تعجبني فيه المذاق ديال سكينجبير، شويه ديال القرفه. عرفتوها بهاد القرفه والسكينجبير فاش يكون تيطيب تتكون الريحه ديالو عاطيه في الدار. شويه ديال الملح، نزيدو الحليب، ديرو الهنسر، ممكن ديرو اللوز القرقاع، ممكن ديرو الشوفان، اي حاجه عندكم. حتى هاد دقيق الشعير ودقيق سميتو اللي ما اللي ما عندوش ممكن يديرو حتى بالشوفان. تقريبا واحد الملعقه ديال زيت الزيتون صافي، وغنشكلها دابا وناخذ نديرها جديد بزاف. وبالنسبه للخميره انا ما تنديرش فيه لا خميره لا والو، جربته بلا خميره وجربته بلا بها نفس النتيجه. المهم دابا ها هو تعجن هكا، تيكون الكثافه ديالو مع داك الكاس الحليب وكاس تاع الدانون ديك البيضه هكا. هادو هما المكونات اللي عطيتكم، حاولت باش نعبرها بالكاس باش تجيكم سهله. بالنسبه للكاس هذا القياس الكاس، كاس العنبه ديما من هادي، انا ما قرصتهاش بزاف، قرصتها غير شويه كدايا. ها نتوما ها هي كيفاش تتبدا فيها هذوك الفقاعات. ها نتوما يا واخا قرصتها، شوفوا كيفاش تيطلعوا فيها هذوك الفقاعات بحال ما هكايا. دابا غادي ناخذ نقلبها، نفس الشيء بالنسبه للاخرى مقبلتي شويه. دونك انا غادي نستمر بحال ما هكا حتى نطيب هذا البطبوط هذا كامل ونتقاسم معكم الشكل ديالو. شوفوا ها نتوما البطبوط كيفاش جا، شوفوا البطبوط كي جا. هنايا هنا انا عندي صفار عندي بيضه مع شويه ديال الحليب وشويه ديال العصير ديال الحامض، غناخذ نخلطهم. بالنسبه للبطبوط راه ويطار كما شفتوا معايا، دونك انا وجدت الغديوه ديالي. بالنسبه للبطبوط ها هو كيفاش تيجي هكذا. بالنسبه لهذا راه خليته غليظ، ها نتومايا الاخر هنايا راني قرصته شويه، ها هو تيكون رقيق، وليني راه هما بجوجهم زوينين، ها هما يا. انا تيعجبني هذا الرقيق، وكل اللي لا تيعجبو الغليظ، كل واحد واش تيفضل. ها نتوما هو البطبوط كي تيجي، ها هو البطبوط ديالي كي تيجي، تيجي رائع بزاف بزاف ولذيذ وفيه الزرارة وحاجة ديال الدار. ها نتوما يا هاهو يا. دونك كان هذا هو الروتين ديالي ديال اليوم، نتمنى فعلا انكم تجربوا هذا البطبوط، هذا تيجي لذيذ وماشي بالضروره حنا يحطيناه دابا مع الطاجين، ولكن ممكن انكم ديروه في البوتيل تي مدهون ولا مع العسل والزيت والفرماج كذا، حيت هو راه تيجي بالطيبه ديال بحال الكرواسه، فيه البيض فيه سكر سنيده فيه الزرار النافع والزنجلان حبه حلاوه، يعني تيجي بمذاق حلو تيجي بحال الكرواسه. نتمنى فعلا انكم تجربوه، وكذلك ممكن انكم غير دهنوه بالزيت والعسل تيجي رائع بزاف، شو كيمتقب كامل.
وفي دقيق القمح وفي سميتو الحرش. بالنسبه للخبيزات راه هما في الفران هما والكوكيز، ملي غادي يوجدوا غادي نتقسم معكم الشكل ديالهم. وهذا هو النهير ديالي، ها هو الطاجين كما تشوفوا، طويجين متواضع ولكن فريمون تيجي لذيذ. بعد يوم تيكون متعب وتتكوني طيبتي شحال من حاجه وروبنتي بزاف ديال المعان، احسن حاجه هو ملي تتجمعي دوك المعان كاملين وكل حاجه ترجع بلاصتها، اللي دخلتها الماكينه دخلتها، اللي غسلتها بلي غسلتها، وديك البوطه حالتها كي كانت، ما نقول لكمش مفكيتها حتى صافي. وريني ملي تتجي تشوفي الكوزينه ديالك بحال ما غادي تنعسي وغادي تخليها منظمه وتفيقي الصباح تلقايها منظمه، صافي تيدوز عندك النهار مزيان وكذلك تتنعسي مرتاحه. دونك ضروري من الاساسيات من بعد مره ما تديري شحال من حاجه في الكوزينه ديالك وتكوني تشقاي، الا ما جمعتيهاش تتبقى شي حاجه ناقصك. هنايا راني الحمد لله جمعت كلشي الكوزينه، كل حاجه شدات بلاصتها صافي. تنكون فرحانه انا دابا تندير المونتاج لهاد الفيديو هادي وتنشوف هاد المنظر تنقول الله تتحسي بالراحه. بالنسبه للخبز ها هو كيفاش تيجي، بالزرارع فريمون لذيذ بزاف، مع كاس تاع القهوه في الكوتي بحال ما كايا، مع فرماج العسل الزبده واكسيتيرا. مهم فريمون تيجي لذيذ بزاف، نتمنى انكم تجربوه. بالنسبه للكوكيز هكا تيجي، ها هو يا بالنخاله وبدقيق الذره ودقيق التشعير، فريمون نتمنى انكم تجربوه، لذيذ بزاف، صحي زوين بزاف. انا حمرته مزيان وخلاص، اصلا مع فيه داك النخاله وداك الشيء تيتحمر تيولي اللون ديالو بحال ما هكايا، ها هو يا. نتمنى فعلا انكم تجربوه، ساهل وصحي ولذيذ او ميم طون. غنحاول باش نحل شي وحيده، ها هو من الداخل كي تيجي، شي فعلا لذيذ بزاف، نتمنى فعلا انكم تجربوه، عينا لاعجابكم. وغير وحيده منه ولا جوجات مع كاس تاع القهوه بحال ما هكايا تيشبع. ما صبرتيش تنديروا الخاتمه كما تشوفوا بحال ما هكايا، كاس تاع القهوه مع جوج من هاد الكوكيز هذا في الفطور اولا في الكوتي او في العشيه الا جانا الجوع. راكم عارفين حنا هاد الايام راحنا عايشين واحد ستريس كبير، بالنسبه ليا انا ستريس يخليني باغي ناكل، لهذا درت هاد الكوكيز هذا منه مشبع، حيت النخاله فاش تدخل الداس ديالنا تتنفخ في المعده تتحسسنا بواحد الاحساس بالشبع، ومنها حاجه صحيه ولذيذه ديال الدار. نتمنى ان هاد الفيديو هادي تنال اعجابكم، ونخليكم انا هنايا في امان الله على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي، والسلام عليكم.